دكتور احمد، اولا ميرسي على الاستضافه، ميرسي على المكان الحلو والفيو الهايل اللي احنا فيه ده النهارده. لا احنا اللي شاكرين، شرفتونا. هبتدي على طول في الموضوع، لانه لما بتكلم عن المهندس والشغلانه اللي دايما معروف انه اصحابها عندهم اعتزاز رهيب بالمهنه، يعني مش كده؟ دي كلهم كده. مهندسين كلهم كده. لكن النجاحات اللي حضرتك بشكل شخصي محققها مبهرة بالنسبة لنا، لأن فيها نموذج نجاحات على كل المستويات، ودي حاجة الحمد لله. عايزة ابتدي من عندها، ازاي الشخص اللي يبقى قادر يحقق نجاح في مجال ما ولا يكتفي بمجال ويكمل في مجال تاني وكمان يحقق فيه تقريبا نفس القدر من النجاح، ازاي المعادلة دي بتتظبط؟ يمكن أقولك المعادلة دي بتتظبط، وأنا فاكر الحوار ده كان بيني وبين أحد تلامذتي معايا هو في الجامعة، وكلمنا في نفس النقطة. المعادلة دي عشان تتظبط لازم كل اللاينز يربطوا ببعض، يعني ما ينفعش، بتكلم لغة هندسية شوية، بس ما ينفعش يبقى فيه خط شغال لوحده. يعني أنا راجل أكاديمي وأستاذ في الجامعة، وفي نفس الوقت شغال في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، هتلاقي شغلي في الجامعة مرتبط بده. يعني انا مثلا لما اترقيت استاذ كنت استاذ العماره والتنميه العمرانيه، الدكتوراه بتاعتي في تخطيط المدن الجديده، والتركيز كان على سياسات تنميه المدن الجديده في مصر. فبالتالي بحاول اخلي المجال الاكاديمي يخدم المجال العملي، والعكس صحيح، الخبره العمليه اللي باخدها تساعدني مع الطلبة ومع زملائي. حاجة برضو اللي حببتني في الريل استيت، يعني أنا في بداية الكارير بتاعي كنت في الكونسلتنسي، بس في آخر مرحلة في الكونسلتنسي بعد يمكن 10 سنين كنت واخد قرار أن أنا لازم أدخل الريل استيت بأي طريقة من الطرق، لأن الريل استيت بيديكي الباور أنك تقدري تحققي جزء كبير من اللي أنت بتفكري فيه. في الكونسلتنسي بنعمل أفكار كتير ومشاريع كتير، جزء يتنفذ جزء ما يتنفذ، إنما في المجال بتاعنا ده لا، انت بتقدري لو في فيجن وفي رؤيه صح انك تعملي حاجه تاثر على حياه الناس. فكنت دايما بحاول خلال المسيره كلها ان الطريقين دايما يبقوا مقابلين بعض، ودايما يبقوا بيخدموا بعض. احيانا طبعا باجي على طريق على حساب التاني حسب الظروف وحسب التوقيت، بس في الاخر الانتجريشن ده هو اللي بيساعد الواحد ان يقدر يدي احسن ما عنده في كل اتجاه في الاثنين.